صباح الورد، احلى متابعين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف الامور؟ تمام؟ شو عاملين؟ اموركم جود؟ ان شاء الله الباقي من نهاركم بيكون بسعاده وفرح وانبساط وتالق. امبارح كنا نحكي بلقاء مع المخرج المبدع والرائع محمد النسور. كنا على الفيسبوك بلقاء، يمكن بعضكم حضروا والبعض الآخر يمكن ما حضروا، فما في مشكلة، هي ظروف والوقت يمكن مو مناسب بيكون، والتوقيت المختلف بيننا وبين أي حدا ما كان موجود، والانشغالات وغيره. حكينا عن صناعة السعادة. صناعة السعادة إنه كيف بنقدر نصنع سعادة داخلية وذاتية وروحية رغم كل الضغوطات ورغم كل التوترات اللي عم بنعيشها. بنقدر نحصل هاي السعادة بينه وبين نفسنا. أول شيء مثل ما دائما بنقول، بنقدر بالحمد والشكر الدائم على كل شيء، على السلبيات قبل الإيجابيات. بنقدر كمان نكون مطمئنين إنه إحنا ما عم نظلم، ما عم نفتري على الناس، ما عم بنكذب، ما عم بنلف وبندور مع الآخرين. يعني بمعنى آخر بيكون في بيس داخلي مزروع فينا. كمان شغلة تانية، بنقدر نصنع السعادة إذا كنا عم نسعى بحياتنا قد ما فينا. الشغل مو عيب، السعي مو عيب، إن العيب إنه نحتاج الآخرين. مثل ما قلنا ببداية ما بلشت أطلع على السناب وعلى السوشيال ميديا بشكل مستمر، الغلط إنه نحتاج الآخر. بنقدر نعمل أي شيء لنفسنا إن ما نحتاج الآخر مو غلط. بنسعى في مناكب الحياة، و كتير مهم إن نحاول قد ما فينا إن نسعى في مناكب هذه الحياة وضغوطاتها وصعوباتها ومشاكلها. حتى مثل ما قلت لكم ما نحتاج الآخر، هيك إحنا كمان بنكون سعيدين. كمان شغلة تانية، لما نكون مظلومين قديش بنكون مضغوطين وقديش بنكون متوترين، بس بنكون مرتاحين نفسيا وسعيدين من جوا إنه إحنا ما عم نظلم الآخرين. شغلات كتير بالحياة، إنه يكون صحتي بخير وعافية، وإني أنا 100% عم بعترف بنعم رب العالمين علي. هاي من جوا كمان أنا بتحقق لي سعادة، إني أكون بمجتمعي مقبولة وذات صيت حسن وذات احترام وتقدير من الآخرين. هاي بالنسبة لي نعمة رغم كل الضغوطات. دائما بنقدر إن نحصل سعادة داخلية ونصنع سعادة روحية برضانا عن أنفسنا وبرضا رب العالمين اللي قبل كل شيء ورضا الوالدين. دائما مثل ما بقولكم، الاكتفاء والرضا يؤدي إلى زيادة النعم والاعتراف بهذه النعم. ودائما نوايانا تكون صافية، ودائما نكون صادقين في الحياة مع أنفسنا، مع رب العالمين، مع أنفسنا ومع الآخرين. هيك بنكون سعيدين. نتعامل مع الناس بإنسانيتنا، باحترامنا، بتقديرنا للآخرين. الاحترام بده يبدأ من عنا ومن ثم ينتقل إلى آخر بردة الفعل من الآخر. هيك أنا بكون برضو عم بصنع سعادة لنفسي. بكفي اللي حوالي يكونوا يدعوا لي بالخير، بصنع كمان سعادة لنفسي. بكفي إني أقدم عمل خير بمجتمعي سواء مادي أو معنوي. أنا لما بطبطب على إنسان بيكون بحاجة لكلمة مني اللي ترفع من معنوياته، هاي بتكون صدقة جارية. مو شرط الماديات، جبر الخواطر حلو، الكلمة الحلوة كمان هاي صدقة للآخر، جبر الخاطر للآخر هاي برضو صدقة. إني أقدر أحل مشكلة لإحدى الأشخاص بمجتمعي أو ببيتي أو من أحبائي أو من أصحابي أو من أي حدا حوالي، برضو هاي صدقة. لما بقدر أخدم وطني بعلمي وبمعرفتي، برضو هاي الصدقات الجارية. يعني لا أقصد إنه بس الصدقات الجارية هي بس بعمل الخير والشيء المادي، لا، بنقدر كلنا إننا نتصدق عن أرواحنا وعن أولادنا وعن أهالينا. بنقدر كل حدا فينا بيقدر إنه يقدم الشيء اللي بيقدر عليه، وما حدا بيجبرنا إن لا سمح الله نتعدى على حقوق الآخر. هاي بتكون إرادة منا إحنا من جوا، بنكون إحنا ما عنا روح نظيفة عشان هيك بنروح بنتعدى على حقوق الآخر. ولكن إذا إحنا نضاف من جوا ولا يمكن
إذا إحنا نضاف من جوا، سوري عم بقطع لأنه عم بصور من خلال السناب، إذا إحنا كنا نضاف من جوا ولا ممكن إننا نفكر إننا نروح نتهجم على الآخر أو نظلم الآخر أو نتعدى على الحقوق المادية أو النفسية أو الشخصية للآخرين. دائما خلينا بالبيس الداخلي اللي رب العالمين أعطانا إياه، دائما خلينا بطيبتنا وبنوايانا الطيبة وبضمائرنا الحية والبيضاء، دائما خلينا نكون أصحاب أيادي بيضاء وليست سوداء، دائما خلينا نكتفي بالنعم اللي رب العالمين أعطانا إياها ونعترف بهاي النعم. بكفي الصحة والعافية، هي أكبر نعمة على وجه الأرض. بكفي إنه أهالينا حوالينا والحمد لله والشكر اللي راحوا الله يرحم أرواحهم. بكفي إنه نؤمن ونآمن بقدر رب العالمين ونسلم لأمر الله، هاي برضو نعمة رب العالمين أنعمها علينا. إذا بنكون على يقين تام وبنعترف بهاي النعم اللي رب العالمين أنعمها علينا، رح نضلنا بقمة السعادة وبقمة التصالح وبقمة الفرح دائما. خليكم مبتسمين للحياة رغم كل الضغوطات والانفعالات والاضطرابات. احمدوا الله واشكروا، وإن شكرتم لأزيدن لكم. الشكر ثقافة ونعمة كتير حلوة، بنصحكم دائما تشكروا الله وتحمدوه على كل حال، ورب العالمين قادر إنه يغير كل المشاكل وكل الصعوبات وكل العقبات وكل الضغوطات اللي احنا فيها. تحياتي لكم، صباحكم ورد وهابي بيرد للناس اللي عيد ميلادهم. تحياتي لكم كلكم بلا استثناء، وكل الشكر والتقدير لكل الناس اللي عم بعتوا لي كلام حلو وراقي مثلهم ومثل اخلاقياتهم الطيبه والراقيه. تحياتي لكم احلى متابعين، ان شاء الله نهاركم بيكون افضل واحلى وارقى مما تتمنون. تحياتي.